نعم، يعني الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، تحديدا مناطق حي الكتيبة والوفية وحارة الأخرس وجورة العقاد، بالإضافة إلى منطقة حي الأمل وأيضا محيط مستشفى الأمل. هذه المناطق كانت اليوم من أكثر المناطق عرضة للاستهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية، حيث الآن تندلع سحب دخان أسود جراء هذا القصف المدفعي من هذه المنطقة. ربما السحب هنا يعني كبيرة جدا لكن غير واضحة بسبب يعني وجود هذه الأشجار يعني التي تمنع رؤية السحب الدخان الأسود بسبب القصف المدفعي العنيف على هذه المناطق. هذه المناطق منذ ساعات الفجر أيضا شهدت اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أدى ذلك إلى هبوط طائرة مروحية من طائرات المختصة في عمليات إخلاء الجرحى إلى هذه المنطقة، ومن ثم الذهاب إلى المنطقة الشرقية لخان يونس إلى داخل السياج الحدودي. على ما يبدو كان هناك استهداف لعدد من الآليات الإسرائيلية في تلك المنطقة، خاصة وأن كتائب القسام اليوم أعلنت عن استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية ونقلات الجند في مناطق متعددة من خان يونس، سواء كان في منطقة شرق خان يونس حيث قامت كتائب القسام بتفجير دبابات يعني أكثر من 3 دبابات مركفة بعبوات الشواظ، وأيضا تفجير نقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105، وأيضا خوض اشتباكات عنيفة في محاور التقدم جنوب وشمال مدينة خان يونس. الأوضاع في خان يونس لا زالت على حالها في ظل عمليات الاستهداف والقصف الإسرائيلي على مناطق متعددة من هذه المدينة، سواء كانت بلدة عبسان التي تعرضت اليوم إلى سلسلة من الغارات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 5 مواطنين، بالإضافة إلى مناطق قزان النجار وأيضا المنطقة المخيم الغربي لخان يونس حيث تم استهداف منزل لعائلة الكاظمي، وهذا القصف أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، بالإضافة إلى يعني إصابة العشرات من المواطنين. وأيضا قبل قليل وصل إلينا أن هناك أحد الشهداء في منطقة حي الأمل، وذلك نتيجة قيام طائرات كواد كابتر الإسرائيلية بإطلاق النار على هذا الشاب دون أن تتمكن فرق الدفاع المدني والإسعافات من الوصول إليه، خشية من استمرار القصف أو الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني الأوضاع في خان يونس صعبة، القصف الإسرائيلي متصاعد، وأيضا هذه الآن سيارة مدنية تقوم بجلب أحد المصابين إلى مجمع ناصر طب جراء استمرار عمليات الاستهداف والقصف المدفعي وأيضا الجوي لمناطق متعددة من خان يونس. أكثر من 16 شهيدا منذ بداية الصباح وحتى هذه الساعة جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي تضرب هذه المدينة ومحاورها المختلفة، خاصة بلدة عبسان وبلدة بني سهيلة، بالإضافة إلى منطقة المخيم الغربي ومحيط مستشفى الأمل غرب خان يونس وحي الكتيبة، بالإضافة إلى منطقة قزان النجار، والتي تم انتشال اليوم 3 من الشهداء من هذه المنطقة بعد يعني استشهادهما قبل عدة أيام. أوضاع صعبة وأوضاع خطرة تعيشها منطقة خان يونس في ظل توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في هذه المدينة.